السلام عليكم. انا دروك غادي نولي معاك، انا جزائري كيفك ومساند البوليزاريو. المغاربه محتلين، خليهم على جهه، بيني وبينك مساند البوليزاريو. ماذا قدمنا البوليزاريو؟ 40 عام هما عايشين في الصحراء في مخيمات، 40 عام مازال عايشين في مخيمات، ما وليش حتى سكنات ولا احياء. 40 عام نزيدك، هادو البوليزاريو اللي غادي تدعمهم انت باش تعاودوا يردوا بلادهم، هل ساعدتهم؟ هل كونتهم؟ هل صنعت منهم اطارات، مهندسين، دبلوماسيين، سياسيين، رجال اعمال باش كيروح يدي بلاده يخدمها، باش يقعد يشرب في لاتاي؟ العيون المغاربه راهم ردينا جنه. وهادو البوليزاريو علاش ما يطلعوش مع الشعب يندمجوا معاه؟ جزائري يتزوج وحده من بوليزاريو ويجيبوا ولد صغير ويتاجروا معانا ونكبروا لهم الشعب. الشعب الجزائري ما يعرفهمش، الشعب الجزائري يعرف المغاربه، متزوج مع المغاربه، عايش مع المغاربه، بصح المغاربه، بس ما يعرفش البوليزاريو. جاوبيني.